أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. راح نفرجكم شقة حلوة. هذا الصالون، طبعا هي شقة عائلية. الصالون مفتوح على المطبخ، بلكونة واسعة بتقدر تحط فيها طاولات للقعدة. الصالون والمطبخ مصممين تصميم راقي، حتى الألوان طلعوا كيف يا جماعة، الألوان كتير راقية. طبعا الشقة دوبلكس، يعني هذا الطابق اللي فوق، احنا حاليا في الطابق اللي فوق، راح ننزل على الطابق اللي تحت. الطابق اللي فوق عبارة عن صالون ومطبخ وحمام، الطابق اللي تحت عبارة عن غرف النوم. هان الغسالة، طلعت التصميم والذكاء وين حاطين الغسالة. هان غرفة الأطفال. الحلو في غرف الأتراك أو تصميم الشقق في عند الأتراك إنه في كل غرفة في حمام، شايفين؟ ها هاي حمام على السريع، غرفة الأطفال وبلكونة صغيرة. طلعوا هذه الكبسة، ها بتنزل بتسكر الشباك كليا، بتعزل الضوء الخارجي عن الضوء الداخلي، يعني زي ما انتو شايفين هي قاعدة بتسكر الشباك اوتوماتيك، بس مجرد ما تضغط على الزر هذا راح، شايفين كيف سكرت عنا الغرفة. الألوان كتير كتير راكزة يا جماعة، هادية سيلفر بارد على حيطان بيوض. ندخل على غرفة النوم، هان غرفة الأطفال، شايفين الطابق اللي تحت يعني عبارة عن غرف نوم، غرفة أطفال، وهان غرفة اللي هي النوم، حتى غرفة النوم شايفين كتير راقية. وفيها كمان برضو حمام، إذا ملاحظين في كل حمام في ديكورات بتختلف، يعني كل حمام ديكورات بتختلف عن الحمام التاني. هذا حمام اللي هو غرفة النوم، وفي كمان بلكون صغيرة تقدر تحط فيها كراسي وقاعدة حلوة. وطبعا نفس الاشي موجود في غرفة النوم، في هنا هلقيت راح افرجيكم الشباك بسكر، بعزل الضوء الخارجي عن الضوء الداخلي عن طريق الزر اللي انت شايفينه، هذا عبارة عن كبسة زي كبسة الضوء. طلعوا هلقيت عنا بسكر الشباك، شايفين كيف، ها ها فتحت الستارة عشان اوضح لكم الاشي اكتر. سكر عنا هلقيت الشباك، طلعوا كيف ها عزل، هلقيته كليا مسكر. بس نرجع هيك افرجيكم من بعيد، شايفين كيف. طبعا في اشياء كثير دائما انا بصورها للبيوت، فبتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنسوا لايك وشير لحتى يصلكم كل شيء جديد، وانا راح اصوركم بصراحة كل حاجة بأشوفها في العقارات. إلى اللقاء.